بمشاركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الأستاذ، انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي 5 للمياه تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية. فلنتابع وياكم هذا التقرير. بدأت في الرياض أعمال الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي 5 للمياه تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الهدف 6 التحديات والفرص. ورأس وفد دولة الكويت في الاجتماع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الأستاذ، وبحضور وزراء المياه والموارد المائية والري في الدول العربية. ويناقش الاجتماع الرؤى المستقبلية لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام. في هذا المؤتمر تم التطرق إلى استراتيجيات الأمن المياه والوصول إلى 25 بند للمحافظة على المخزون المائي والتنمية المستدامة للمياه. طبعا هناك العديد من الأمور التي تمت في هذا المؤتمر والاجتماع الوزاري اللي سوف تساهم في تنظيم استراتيجيات حفظ المياه والأمن المائي في جميع الدول العربية، وكذلك سبل التعاون بين الدول العربية لزيادة أو زيادة التعاون في الأمن المائي واستراتيجية الأمن المائي في المنطقة. ويبحث المشاركون مدى إمكانية تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. تمت القيام بالأعمال اللجان التحضيرية للجنة الفنية العليا الاستشارية للمجلس العربي الوزاري على مدار 3 أيام. تم مناقشة 25 بند من ضمن البنود اللي تم مناقشتها خطة الأمن المائي في الدول العربية، خطة التنمية المستدامة، نقل تجارب الدول الناجحة والمشاريع التنموية بالإضافة للبنود الأخرى. وتم الانتهاء بالتوصيات لهذه البنود للبنود التي تم مناقشتها. كما تم خلال الاجتماع تنسيق الموقف العربي للمشاركة في المنتديات العالمية للمياه واستعراض المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها. يهدف اللقاء إلى تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وربطها بالتقنية والابتكار. خالد الشمري، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.